السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. خبر احزن الجميع واحزن اخواتنا العراقيين. في البداية بنقدم لهم كل التعازي والمواساة على وفاة الفنان فائز الصنفور. طبعا هنعرف سبب الوفاة الرئيسي وتشييع الجنازة وموعد استلامه، وكمان هنعرف اخر تفاصيل واخر كلام قاله قبل وفاته مباشرة. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. الفنان فائز الصنفور في ذمة الله بعد تعرضه لعملية تسليب قبل عدة أيام من قبل مجهولين، طبعا رموه في الشارع وظهر في مواقع التواصل الاجتماعي كان شبه فاقد للوعي تماما، وعلى إثره انتقل إلى مستشفى العاصمة بغداد، واليوم للأسف انتقل إلى رحمة الله. تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الماضية، وكمان احنا عارفين ان هو من ذوي القدرات الخاصة، وبرغم كتر التنمر عليه ولكن هو اثبت وجوده الجميل والمتين جدا في التمثيل، وكان من احد طبعا الممثلين الكوميديين جدا. واخر كلام قاله في لقاء صحفي او لقاء تلفزيوني بمعنى اصح، انه قال انا عايز اتبرع بنصف مرتبي. سألوه مرتبك كام وكان بيهزر وكان بيضحك، قال انا عايز اتبرع بنصف مرتب. فنان جميل طبعا. تشييع الجنازة بيتم الآن بعد استلامه من إحدى المستشفيات، وكمان هو طبعا اتوفى عن عمر يناهز 42 عام بعد تدهور حالته الصحية قبل أيام، وتم نقله زي ما قلت لحضراتكم إلى المستشفى وتوفى فجر اليوم. الفنان فائز الصنفور كان ذو ابتسامة رائعة ورسم الضحكة على الكثير. احنا بنعزي كل إخواتنا طبعا العراقيين على وفاة فقيدهم الفنان الجميل فائز الصنفور. بصراحة اللحظات الأخيرة بتاعته كانت قاسية جدا جدا. هناك كلام بيتقال انه كان إهمال من وزارة الثقافة والإعلام، طبعا انه فنان عراقي طبعا يبقى بالشكل ده ويتعرض للتعذيب ويتعرض من قبل مجهولين للضرب والإهانة بالطريقة دي، فكان الموضوع صعب جدا حتى وهو موجود في المستشفى. هذه المعلومة مش متأكدة منها طبعا، لكن هو ده الحديث الشائع جدا من بعد وفاة الفنان فائز الصنفور. لو فعلا ده حصل ياريت يكون في وقفة كبيرة جدا مع الناس المجهولين اللي تعرضوا بالضرب والإهانة ليه بالشكل ده. فنان جميل رحل عن عالمنا اليوم، يدعو له بالرحمة والمغفرة بإذن الله. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. من فضلكم جميعا جميعا كل اللي بيسمعني يدعي له ويقرأ له الفاتحة. أشكركم جزيلا وأسفل وطولت على حضراتكم، من فضلكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وتعزينا لكل الشعب العراقي. بشكركم جزيلا، السلام عليكم.